اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مصر كل يوم. لا صوت يعلو فوق صوت قمه المناخ ولا حديث الا عنها، لما تشكله مشاهدينا الكرام من اهميه كبرى تحدد مصير كوكب الارض وتنقذ البشريه من مخاطر التغيرات المناخيه. النهارده مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخباريه هنتكلم عن قمه المناخ كوب 27، وهنرصد مع حضراتكم كل الكواليس التي تتم فيها، هذا بجانب ابرز الاخبار المهمه التي تصدرت المشهد خلال الساعات القليله الماضيه. اهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام بحضراتكم مره ثانيه. خلونا بداية مشاهدينا الكرام نروح لأول أخبارنا. النهاردة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء الدول لانطلاق الشرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ. أكد الرئيس أن مصر كانت حريصة على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2019، وأنها تؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به هذه المبادرة في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ. خلونا مشاهدينا نشوف جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. السادات والسادة، لقد حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين دول أعضاء المبادرة، بما يساهم في تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليمي. وهي منطقة كما تعلمون تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة. وهو ما بات واضحا بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثا مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. ولعلكم تتفقون معي أن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي، لا سيما وأنه قد أصبح من المعلوم أنه على الرغم من المسؤولية الرئيسية للدول والحكومات في هذا الجهد، إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية يمكن لها بل يتعين عليها أن تمارس أدوارا مكملة وداعمة انطلاقا من مسؤولياتها وعمل بمبادئ التعاون والمشاركة. وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف لتنسيق سياساتها وجهودها. والحقيقة أن ما يميز المبادرة التي نجتمع في إطارها اليوم عن غيرها من المبادرات والجهود هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه، والذي لا غنى عنه إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة، بما يضعنا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك هدف 1.5 درجة مئوية. السيدات والسادة، إنني أتطلع خلال اجتماعنا للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه منذ إطلاقها وحتى اليوم، بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة، والتي أثق أنها ستساهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة. كما أتطلع أيضاً للاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة، اتصالاً بجهودها لمواجهة تغير المناخ على النطاقين الوطني والإقليمي. وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج من حديثنا اليوم بفهم أكثر عمقاً لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته. طبعا احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو القطاع الخاص او بمعنى اصح الجهات الغير الحكوميه لتنسيق جهودها مع الجهات الحكوميه على مستوى العالم من اجل تنفيذ يعني اهداف اتفاق باريس تحديدا.
هذه الأهداف هي التي نسعى إلى تنفيذها اليوم. احنا عارفين مشاهدينا الكرام أن هذه القمة قمة كوب 27 والمنعقدة حاليا على أرض السلام على أرض شرم الشيخ عنوانها الأساسي هو معا من أجل التنفيذ. لا وقت للحديث، لا وقت للكلام، لا وقت للأشياء النظرية، معا من أجل التنفيذ. يجب أن نخرج من هذه القمة بأشياء تنفذ على أرض الواقع. ودعا أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذه الكلمة زي ما احنا ما شفنا جميع الدول التي لها خبرات في هذا المجال للدعم وتقديم المشورة وتقديم الدعم والاستفادة من خبرتها في هذا المجال من أجل التكامل ومن أجل الوصول إلى حلول على أرض الواقع للتغيرات المناخية والتي ألقت بظلالها في الفترة الأخيرة على كل بقعة على مستوى العالم. مشاهدينا الكرام، هنروح أيضا لخبر آخر. النهاردة أيضا شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويونس جار ستور رئيس وزراء النرويج افتتاح المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر مناخ. كان الرئيس قد أكد أن مصطلح الهيدروجين الأخضر ربما بات الأكثر شيوعا واستخداما خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة، مضيفا أنه أحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة. خلونا مشاهدينا الكرام نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة قمة كوب 27 لتغير المناخ هدفها الأساسي هو التنفيذ، وكنت لسه بقول من شوية أن العنوان الأساسي هو معا من أجل التنفيذ. كيف يمكن الخروج بهذه القمة بتوصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لأنه ليس هناك وقت لأشياء نظرية ربما لا تنفذ سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الإمدادات الاقتصادية من قبل الدول الكبرى أو من ناحية التكيف، وهو أيضا من أحد العناوين المهمة على أجندة كوب 27. بداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا النهارده بنشهد قمة عالمية على أراضي مصرية، بنشوف مدينة السلام مدينة شرم الشيخ بتستضيف هذه القمة اللي ينظر إليها العالم أجمع. ويمكن النهارده في اليوم الثالث هذه القمة توقيع سيادة الرئيس أو افتتاح سيادة الرئيس لمشروع الهيدروجين الأخضر على أرض السويس. نعم. على الأرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة. أعتقد أن هو تجسيد اللي بنقول خلق القيمة المضافة، ويمكن يمكن الأهمية في هذا المشروع أن العالم كله بينظر النهارده نتيجة للأزمات العالمية ونتيجة للتضرر سلاسل التوريد بالنسبة تخص الغاز والبترول وأزمة الوقود اللي بيشهدها العالم. النهارده بنخلق مصر بتخلق فرصة جديدة بالهيدروجين الأخضر، ويمكن آخد من كلمة رئيس وزراء النرويج اللي طبعا مصر كانت سباقة بالتنفيذ وليس بالكلام فقط. النهارده الوقت وقت التنفيذ وليس وقت التصريحات والقرارات. فهي الفرص بتولد النهارده من اقتناص الفرص، فمصر اقتنصت الفرصة بما لديها من بنية تحتية تمت الدولة اشتغلت عليها في الفترة الماضية. النهارده اقتنصنا الفرصة والحمد لله، يمكن احنا لينا خطوة البدء في المنطقة بالكامل ان احنا نكون أول مشروع للهيدروجين الأخضر داخل مصر، وبما لدينا من إمكانيات سواء مكانية وبما لدينا من موانئ على البحر الأحمر تؤهل ان مصر تكون مركز إقليمي أو تستكمل ما لدى مصر من هي مركز إقليمي لتبادل الطاقة، تكون عنصر الجديد أو العنصر الجديد اللي بننظر إليه النهارده الهيدروجين الأخضر. نعم. ضمن محصلة أو سلة العناصر الطاقة، أعتقد إن هي قيمة مضافة تحسب إلى الاقتصاد المصري. طيب، مصر حريصة على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط، ودائما مصر هي رائدة في جميع المجالات، وطبعا حضرتك أشرت إلى الهيدروجين الأخضر. إلى حد ما يقول البعض أن الهيدروجين الأخضر من أهم وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكننا ربما نحتاج إلى العديد من أو تقابلنا العديد من التحديات المادية لتنفيذ هذا المشروع. كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة في ظل هذه الظروف التي نمر بها اقتصاديا ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم؟ هي الموضوع ليه أكثر من بعد. احنا بنتكلم النهارده على مشكلة اقتصادية بيمر بها العالم، البعد الآخر طبعا احنا مشكلة يمكن السبب في معدل التضخم اللي بينظر إليه العالم أو تضرر منه العالم كله هي التضرر
او ارتفاع اسعار الطاقه، والنهارده ان مفيش يعني تنوع في مصادر الطاقه. نعم. لدى الدول اللي هنخص بالذكر الاتحاد الاوروبي، ما التنوع عندها ما كانش بالوضع الكافي ان هو يؤمنها وسط يعني في وسط حدوث ازمات، وده اللي هي بتعاني منه اوروبا النهارده، ويمكن تسبب في زياده الطلب على البترول وارتفاع اسعاره. ففكره التنوع في حد ذاته مع الظروف العالميه النهارده بنغير الصيغه، صيغه المعادله. النهارده بقت في فرصه استثماريه لمكافحه التغيرات المناخيه. قبل كده كان التغير المناخي يعد عبء على الحكومات انها كلها بتقدم دعم فقط، لكن النهارده تحولنا الى فكره الاستثمار. وهو ده الجديد في المعادله، ويمكن هو ده اللي احنا بنقول ان احنا خدنا خطوه السبت، ان احنا حولنا الموضوع بدل ما كنا بننتظر اعانه، لا النهارده احنا حولنا الموضوع الى استخدام تكنولوجيا وتوطين هذه التكنولوجيا في الداخل المصري وتغيير الصيغه. انا بفتح مشروعات تستوعب قوى بشريه. نعم. مصريه. بحول مصر الى قيمه مضافه للانتاج عنصر جديد من عناصر الطاقه. نظر العالم كله بينظر الى مصر، الى طبعا وضعها المناخي وبنيتها التحتيه وبما تمتلكه من مواني. اعتقد ان هي قادره على اللي يعني بنقول تكون هي سيده الموقف في هذا المجال الهيدروجين الاخضر باذن الله. بالتاكيد. دعا الرئيس اليوم الجهات غير الحكوميه للتعاون والتنسيق مع الجهات الحكوميه في هذا المنحى فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه والتعاطي مع هذه المشكله. بالتاكيد الدوله او اي دوله على مستوى العالم تضع الخطط وهدفها هو المراقبه والاشراف، ولكن دائما القطاع الخاص هو قاطره التنميه. كيف يمكن أن نعول على القطاع الخاص في تحقيق ما تصبو إليه الدولة المصرية وأيضا الشرق الأوسط وأيضا العالم، على أساس أن احنا مستضيفين يعني قمة عالمية من أجل التعاون مع الحكومات في هذا أو في هذا في مقابلة هذا التحدي تحديدا؟ طبعا احنا النهاردة يعني بنشد على ايد القطاع الخاص ان هو يحتل مكانه في عجلة الانتاج. يمكن انا زي ما قلت في الاول ان مصر اقتنصت الفرصة وعملت البنية التحتية لتؤهلها ان هي تكون مركز اقليمي لتداول الطاقه، والنهارده بتنشا اول مصنع للهيدروجين الاخضر. نعم. النهارده بما تم من استحداث بنيه تحتيه وتهيئه مناخ استثماري العالم بينظر اليه، ويمكن احنا بنشوف النهارده الاستثمارات الاجنبيه بتبتدي تتدفق للداخل. فالنهارده الفرصه مهيئه للقطاع الخاص المصري ان هو يحتل مكانه ويكون ليه دور في او شريك في هذه التنميه. احنا بنتكلم على مشروعات تنمويه فيها فكره الاستدامه، فيها فكره الربحيه، الربح العالي. البنيه التحتيه اللي هي الاساس لهذه المشروعات تمت بالفعل. فاعتقد ان يعني المناخ مهيئ بما فيها، طبعا احنا بنتكلم على ده كله في قبل منه اراده سياسيه لانجاح هذه المشروعات. يعني احنا بنشوف دعم رئاسي مباشر للقطاع الخاص عشان انجاح. انا بتكلم على اقتصاد مصر، ما بتكلمش على شركه بعينها ولا بتكلم على قطاع خاص بعينه، بتكلم على كافه القطاعات. فبنشوف دعم رئاسي في كافه القطاعات، فعشان كده النهارده احنا بنشد على ايد القطاع الخاص ان هو يحتل مكانه ويكون في فرصه للمشاركه. ان كان احنا في قطاعات كتير ممكن ما تبقاش لينا خبره فيها بنستخدم تكنولوجيا، فبنسيبش الفرصه للاستثمارات الاجنبيه فقط، يكون لينا الدور فيها او دور الشراكه حتى لو باي نسبه، ان احنا تكون لينا ايادي مصريه، وبعد كده نوطن هذه الصناعات يبقى بايادي مصريه داخل الاقتصاد المصري بالكامل. بالتاكيد. طبعا حضرتك كخبير اقتصادي مهم جدا ان احنا نقول برضو ان الاقتصاد هو العامل المشترك وهو اهم ما يجب الحديث عنه تحديدا اذا كنا نريد تحقيق يعني اهداف او تحقيق اشياء على ارض الواقع. 100 مليار دولار هو حجم الاعتمادات الماديه من قبل الاتحاد الاوروبي او الدول الكبرى الى القاره السمراء. كيف يمكن الخروج بهذا المؤتمر بتطبيق هذه الاعتمادات على أرض الواقع وتحقيقها والاستفادة منها في محيط القارة السمراء؟ طبعا الاعتمادات دي ما اكثر ما تمت يعني بنقول قبل كده حتى في القمم اللي فاتت في جلاسكو او في باريس 2015 ان تم كانت وعود ولم ترقى الى التنفيذ بنسبه كامله. نعم. النهارده هنتكلم احنا عاوزين المبادره ديت او القمه دي هي قمه التنفيذ. فكره زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان فكره ان يبقى في مشاركه والخروج من فكره ان هي دعم او اعانه من الدول المانحه للقاره الافريقيه، ان هي تتغير الجمله ان هي تبقى فكره مزايا استثماريه. نعم. القاره الافريقيه غنيه بما لديها من موارد، غنيه بما لديها من وضع مكاني ومناخ واستراتيجيه تتيح لها سوق كبير جدا السوق الافريقي. فالنهارده فكره المشاركه او الاستثمارات هي اللي هتغير المعادله. النهارده احنا بنشوف ضخ اموال ال 100 مليار ليست كافيه
بالمقابل ما يتم من إهدار للموارد البيئية والتداعيات التغيرات المناخية. نعم. بيدفع ثمنها الدول الأفريقية اللي هي لم يكن لها دور في استحداث هذه التغيرات المناخية. فأعتقد أن فكرة المشاركة أو النهاردة بقت الفكر استثماري أكثر منه دعم عيني أو أن هي بشكل إعانات للقارة الأفريقية بقت هي اللغة الحوار دلوقتي. ويمكن أن إحنا بنشوف اللغة اتغيرت يعني حتى نعم. لغة الحوار نفسها اتغيرت ان احنا بقت في فرص استثمارية. فاعتقد ان اللي ممكن يتم ضخه في القارة الافريقية اكثر بكثير من 100 مليار او ممكن تكون هي خطوة اولى لفتح مجالات استثمارية جديدة في الطاقة الخضراء في الاقتصاد الاخضر بصفة عامة. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي على هذا الطرح وعلى هذه المعلومات الثرية، اشكرك جزيل الشكر. ما زلنا مشاهدينا الكرام مستمرين في أخبار قمة المناخ كوب 27. النهاردة استقبل أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أوليف شولتز، وذلك على هامش انعقاد أعمال مؤتمر المناخ. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني إلى مصر. أشاد أيضا الرئيس بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام تقدير حول هذا الموضوع ونرجع مرة ثانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني إلى مصر، مشيدا سيادته بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، وآخرها زيارة سيادته إلى برلين في يوليو الماضي، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا إعجابه الشديد بالتنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ، ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تعتبرها ألمانيا شريكا قويا للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة. وفي إطار أيضا المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، أيضا شهد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد بالأحرف الأولى لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة الإسكندرية العالمين مطروحة، وذلك مع تحالف شركات دويتش بان الألمانية والسويد إلكتريك لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى، وذلك بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة. خلونا مشاهدينا الكرام نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المشروع وهذا الاتفاق وهذا العقد الذي تم توقيعه من خلال الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة غانية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مساء النور يا فندم. الحقيقة بالأحرف الأولى تم يعني توقيع عقد الخط أو تشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يربط زي ما احنا ما قلنا بالعين السخنة واسكندرية والعالمين ومطروح، كيف رصدت هذا التطور وإلى أي مدى يمكن أن يساهم أيضا في يعني عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية؟
يعني زي ما حضرتك تفضلت استاذ راني، يعني القياده السياسيه طبعا مهتمه جدا بانشاء شبكات نقل اخضر، وان يكون هذا يعني مثل هذه الخطوط طبعا تكون مستدامه ونظيفه وطبعا صديقه للبيئه. احنا عارفين الدوله المصريه اتخذت خطوات يعني كثيره في هذا المجال حتى قبل يعني قمه التنفيذ التي تعقد على يعني مدينه السلام، المدينه الخضراء. هذا الامر طبعا ده مهم جدا، وجود مثل هذه الشركه الالمانيه وشركه يعني مصريه، ده بيأكد وخاصة أن الشركة الألمانية لديها عدد كبير من الخطوط اللي هي بتقوم بعملية الصيانة والتشغيل والإدارة في ألمانيا. بالنسبة للسكة الحديد تتجاوز يمكن 35,000 كيلو، وعدد طبعا من الدول الأوروبية أي أن لها يعني سابق يعني خبرات في هذا المجال في عملية الإدارة والتشغيل والصيانة، ولديها يمكن أكثر من 500 يعني شركة فرعية على مستوى العالم. ولكن ما الهدف من وجود شركة تقوم بعملية الإدارة والصيانة والتشغيل؟ على أساس الهدف من هذا الأمر هو تقليل مشاكل التداخل، بدل ما حضرتك بتجيب شركة طبعا للإدارة وشركة للتشغيل وشركة للصيانة، لا تكون هناك شركة متخصصة لديها خبرات واسعة ولديها خبرات على مستوى العالم بتقوم بعملية الإدارة والتشغيل والصيانة. ولكن لم ولن ننسى يعني عملية العمالة المصرية. يمكن البعض بيتحدث هل هناك عمالة مصرية في هذه الشركة؟ نعم، العقد أكد أن وجود عمالة مصرية. لا، هناك عمالة مصرية سيتم توظيفها في هذه الشركة يا فندم، في هذه الشركة بالتحديد لا تقل عن نسبة 90% من العمالة الموجودة في الشركة تكون طبعا عمالة مصرية. والهدف هو بالإضافة للشركة بتنقل الخبرات هذه الشركة الألمانية والشركة المصرية للخبراء المصريين والفنيين وكافة العاملين في هذا المجال، وهو نقل ثقافة العمل الألماني. احنا عارفين هذه الثقافة اللي هي قائمة على الجودة والمتانة وطبعا والحسن في العمل. يمكن يعني شيء بسيط عن هذا الخط استاذ راني، اللي هو طبعا يمتد من العين السخنة الإسكندرية العالمين حتى مطروح، بيمتد حوالي 660 كيلو لا يقل عن 22 يعني محطة. يمكن بتكلفة استثمارية قاربت على 4.4 مليار دولار، وإن شاء الله بداية التشغيل في ديسمبر يعني 2024. رائع الحقيقة. يعني مشروعات تنموية وأيضا تعاون مثمر في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، ليس فقط في مجال النقل، ولكن أيضا لاحظنا أنه كان هناك أيضا مشروعات كبيرة في مجال أيضا التعليم، الجامعات الدولية الكائنة في العاصمة الإدارية، وهناك تعاون مثمر في كافة القطاعات. اليوم نتحدث تحديدا عن قمة المناخ، وبالتأكيد مصر هي رائدة في هذا المجال، وأرض السلام تستقبل رؤساء جميع أنحاء العالم. ألمانيا تحديدا ربما تعتبر الدولة التي يعني يسلط عليها الضوء تحديدا في هذا التوقيت فيما يتعلق بالرجوع إلى استخدام الوقود الأحفوري، أو يعني ما يسمى بالطاقة النووية، الفحم، النفط. وفي المقابل مصر تتجه إلى الاقتصاد الأخضر وإلى كل ما هو أخضر. كيف يمكن التنسيق بين مصر وبين ألمانيا خلال الفترة السابقة أو عفوا القادمة من وجهة نظرك في احتواء هذه المشكلة وربما إيجاد نوع من التكامل للتعامل مع التغيرات المناخية؟ يعني إيجاد نوع من التكامل، إيجاد نوع من التنسيق بين مصر وألمانيا، بدليل يعني وجود مثل هذا القطار الكهربائي اللي هو طبعا بيمتد لأكثر من 2000 كيلو على مستوى الجمهورية، بداية من العين السخنة إلى مطروح ومن الفيوم حتى يعني أبو سمبل في الجنوب. ده بيأكد التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا. كذلك هناك هذه زي ما يعني قال السيد الرئيس، وهو ده شعار هذه القمة، هي قمة التنفيذ، تنفيذ الوعود اللي هي اتخذتها الدول العظمى خلال الفترة السابقة على مدار السنوات الماضية، وتخصيص يمكن تخصيص 100 مليار دولار. دول يعتبروا قليلين لأن هناك تحديات عالمية، هناك تحديات كبيرة خاصة طبعا يعني الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك التغيرات المناخية وما ذلك، وضرورة طبعا تقليل الانبعاثات الكربونية بالإضافة طبعا التغيرات المناخية. زي ما حضرتك لمحت أستاذ رانيا، يعني ألمانيا ومصر بتنسق على مدار الساعة نتيجة طبعا العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا، وما تشهده من زخم كبير سواء بالنسبة للعلاقات السياسية
أو العلاقات التجارية والاقتصادية. بالفعل هناك يعني زخم كبير بالنسبة لهذه القمة، وإحنا شايفين يعني النشاط رئيس مجلس الوزراء يعني الواسع. يمكن كان اليوم هناك عدد كبير من اللقاءات التي عقدها مع عدد من يعني مع نظراء، وطبعا في عدد من الدول من ضمن هذه اللقاءات، وده لقاء مهم مع بين رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني. يمكن السيد نجيب مقاتي يعني شكر القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يوليه طبعا من أهمية كبيرة بالنسبة لي يعني لبنان، وقال والله ده تعتبر القيادة السياسية المصرية دي تعتبر السند لدولتنا في لبنان. هناك عدد من هذه تفضل. نعم بالتأكيد، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أرسل رسائل كثيرة ضمن مؤتمر المناخ كوب 27، هدفها هو توحيد الرؤى والتكامل بين الدول من أجل تحقيق الرفاهية ومن أجل أيضا للكوكب كله وليس فقط لمصر، ومجابهة التحديات الموجودة حاليا سواء الخاصة بالأزمة الأوكرانية والروسية. وإحنا شفنا مبارح يعني صرخة الرئيس ومطالبته بالتدخل بشكل سريع لإيقاف هذه الحرب، أو فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أو التنسيق بين الدول لمجابهة التحديات الاقتصادية. نداء السلام الذي أطلقه السيد الرئيس بالأمس القريب لاقى ترحيب كبير من كافة الحضور لأهمية هذا النداء السلام من مدينة السلام. بالفعل يعني كل الزعماء، وشفنا يعني حالة التدفيق الحادة اللي هي ما انتهتش لفترة يعني من الوقت، ده بيأكد أهمية هذا النداء، وأن يكون النداء من أرض جمهورية مصر العربية له مغزى كبير، أي أن الدولة المصرية. ونتمنى أيضا يا فندم أن يكون هناك استجابة أيضا خلال المرحلة القادمة على أرض الواقع لهذا النداء. شكرا جزيلا الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أشكرك يا فندم جزيل الشكر. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضا مشاهدينا الكرام غدا الأربعاء انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا مشاهدينا الكرام نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الطقس من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه رانيا، واهلا بكل الساده المشاهدين. انخفاض، اهلا بحضرتك، تحياتي ليك يا فندم. انخفاض الحقيقه في درجات الحراره متوقع غدا، كيف سيكون الوضع وهل هناك يعني فرصه لسقوط الامطار؟ النهارده كان في يعني بعض الامطار التي سقطت، ويمكن انا وانا جايه النهارده حتى في اكتوبر والشيخ زايد كان في بعض الاماكن اللي كان فيها غطول للامطار، وكان في طبعا للاسف تاثير على حركه المرور. كلمينا يا فندم عن الوضع فيما يتعلق بالطقس اليوم وغدا. بالفعل احنا اليوم شهدنا سقوط امطار كان متفاوت الشده على محافظات شمال البلاد، شمال البلاد مرورا طبعا سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، محافظات القاهره الكبرى. المناطق دي شهدت سقوط امطار اختلفت كمياتها من منطقه لمنطقه، لكن مجملها ما اثرش بشكل كبير على حركه او اعمال الانشطه اليوميه. ده بسبب طبعا تاثرنا بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائيه رطبه من على البحر المتوسط. متوقع كمان غدا استمرار فرص سقوط الامطار، هتختلف كمياتها طبعا من منطقه لمنطقه، امطار خفيفه متوسطه على المناطق الشرقيه من البلاد، سواحلنا الشماليه الشرقيه، شمال الوجه البحري. الامطار ايضا هتمتد خفيفه لبعض المناطق من محافظات السواحل الشماليه الغربيه، وتمتد كمان لمدن القناه ومحافظات جنوب الوجه البحري. وتصل الى القاهره الكبرى غدا ان شاء الله امطار خفيفه، لكن ايضا مجمل الامطار غدا مش هيأثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وهيكون على فترات متقطعه من اليوم، وهيختلف اكيد من منطقه لمنطقه. بالاضافه كمان احنا يمكن اليوم بدانا نشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره، صحيح، ده متوقع يستمر معانا لنهايات هذا الاسبوع ان شاء الله. انخفاض طفيف في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين ال 26 وال 25 درجه مئويه، يعني تمام. اجواء معتدله فترات النهار، فترات الليل هنحس بالانخفاض في درجات الحراره
خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء في الفترات دي أجواء مائلة للبرودة. طيب دكتور عفوا للمقاطعة، طبعا احنا في الفترة دي ربما بنبتدي نستعد لوجود شبورة، وأحيانا تكون الشبورة يعني كثيفة خلال الفترة القادمة خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر. ماذا عن الشبورة؟ لأنها طبعا بتعمل مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالطرق تحديدا. بالفعل يمكن الشبورة في فصل الخريف مع نهاية فصل الخريف وكمان اضطراب فصل الشتاء بتبدأ كثافتها بتزيد، فتبدأ تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية. لكن دايما الشبورة بتحتاج هدوء في سرعات الرياح، توزيعات ضغطية مختلفة على اللي بتأثر علينا خلال هذه الأيام. نعم. فمتوقع تأثير الشبورة المائية خلال هذه الأيام يكاد يكون مش موجود يعني، أو ملهوش تأثير تماما على حركة المرور. لكن طبعا لازم نتابع النشرات الجوية، لأن وارد يكون في شبورة مائية خلال يعني بعد 6 أيام أو 7 أيام الفترة القادمة. وزي ما بنقول الشبورة المائية بتأثر بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة والتبريد في فصل الخريف وفصل الشتاء بشكل كبير على الرؤية الأفقية. صحيح. لكن طبعا كل السادة المشاهدين إن شاء الله الشبورة ملهاش تأثير على الأقل 72 ساعة القادمة. طيب يا فندم، نصايح حضرتك للسادة المواطنين في هذا الجو، احنا بنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة برضو فيما يتعلق بالشبورة المائية وفرص هطول الأمطار، يعملوا المواطنين خلال الفترة القادمة؟ أهم نصيحة وأول نصيحة دايما بنقولها لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لأن الخريف دايما معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الطقس، فوارد يحصل تغير في التنبؤات. نعم. مهم جدا ان احنا دايما قبل ما نخرج من البيت نعرف حالة الجو ايه يوميا، ونبدأ نتعامل مع اي ظروف جوية مختلفة. بالإضافة كمان في المحافظات المعنية بسقوط الأمطار بشكل كبير خاصة المناطق الساحلية، لازم القيادة بهدوء تام على الطرق، نتبع كافة تعليمات المرور، لان طبعا الأمطار لا قدر الله بتسبب انخفاض في الرؤية الأفقية او انزلاق للعجلات. بالإضافة كمان نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة بشكل كهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع أثناء سقوط الأمطار. بالنسبة لنوعيات الملابس، احنا خلاص بنرتدي ملابس خريفية خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، ويحبذ ان احنا فترات الليل نحط معانا جاكيت خفيف لو حسينا اكتر بانخفاض درجات الحراره نرتديه، لان فترات الليل المتاخره والصباح الباكر هنحس بالاجواء المائله للبروده بشكل كبير خلال الايام القادمه. نعم، شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، اشكرك يا فندم جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أقيم يوم الحقل الإرشادي الأول لهجين طماطم 707 والمنزرع بمركز سمسطة ببني سويف. خلونا مشاهدينا الكرام نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير هنرجع لكم مرة تانية. فاصل قصير وهيكون معانا حوار مهم جدا عن القارة السمراء في ظل المتغيرات المناخية التي نشهدها اليوم، وفي إطار قمة المناخ COP27 ماذا عن المستقبل؟ كيف سيكون الأمر فيما يتعلق بالاعتمادات المادية الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى القارة السمراء؟ كيف سيتم التعامل مع القارة السمراء فيما يتعلق أيضا بمشروع حياة كريمة، والذي ليس قاصرا فقط على مصر ولكن يشمل أيضا جميع الدول الإفريقية؟ كيف سيكون هناك أيضا يعني دور لمصر خلال المرحلة القادمة في التعاون مع الدول الإفريقية في مجال المشروعات التنموية والبنى التحتية؟ مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعد هذا التقرير، ثم نعود مرة أخرى لاستقبال ضيفنا الكريم للحديث عن هذا الموضوع، انتظرونا. نجاح كبير حققه البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر في إنتاج التقوي لأكثر من 10 أصناف من الخضروات ومنها الطماطم، حيث حققت الهجن من صنف 707 إنتاج كبير عن مثيلاتها من الشركات العالمية والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التقدم الكبير والنجاح في هذا الملف الاستراتيجي. الحمد لله ربنا وفقنا في الفترة اللي فاتت، إن طبعا زي ما سيادتك تعلم إن مصر كانت بتستورد أكثر من 98% من تاول خضر، وده كان بيكلف الدولة المصرية ما لا يزيد عن 3 مليار جنيه سنويا.
في الوقت نفسه احنا بالنسبة لمحاصيل الحقلية الحمد لله في نجاحات كبيرة جدا. مصر نفس الرقم بتنتج 98% من احتياجاتها من المحاصيل الحقلية، سواء القمح سواء الذرة سواء الرز سواء القط إلى آخره. فما كانش يليق بينا كمصر طبعا اللي هي دولة رائدة في المنطقة الزراعية، منطقة الشرق الأوسط ولديها تجربة زراعية ناجحة جدا، ومصر في الوقت الحالي بتعتبر إبلة للدول الإفريقية بالكامل. النهاردة أنا بقول البرنامج الوطني هو ذوق المزارع المصري. احنا طبعا في الفترة اللي فاتت قلت قبل كده ان احنا اضطرينا ان احنا نستخدم الهجن اللي جاء من بره بصفاتها دون الذوق المصري، يعني اصبحنا ناخد شيء مش الذوق المصري بتاعنا نتيجة الثورة اللي حصلت في المحصول والانتاج. النهاردة انا اصبحت بربي للذوق المصري وللظروف المصرية. النهاردة لو كنا بنقول زمان كان بيحتاج البطيخ اللي هو الجزء الفاتح، لكن كان عندنا المحصول قليل فلجأنا نستخدم الهجن اللي هي غير مرغوبة لنا، اللي كان لونها غامق والفلاح يحب اللون الفاتح. هنا في محافظة بني سويف تم عقد يوم حقلي للمزارعين بالقرب من حقل تم زراعته بصنف طماطم من الهجن رقم 707 بعد نجاح زراعتها لدى أحد المزارعين. الصنف كويس، عقد حراري، مقاوم للأمراض الفطرية، حلو برضو، بيجي في المعاد الحرارة في شهر 7 في الزرع عادي، ممكن تزرع من 15/7، احنا منطقتنا ممكن نزرع عندها 28/7. صنف مبكر كويس، في الأحمال حمله كويس، في الإنتاج إنتاجه كويس. بالنسبة للأصناف الشبيهة لهذا 707 ده يعني في المجموع الخضر أقوى في المقاومات وفي البياض وفي الحشر، أنواع الحشرات مقاوم أكثر مني مسافة، وبعد كده هي الحبة بتاعتها فيها تناسق ويدي إنتاج أطول. المجموع الخضري بتاعه يعني يفرق فترة حوالي شهر، المجموع الخضري يعتبر يحتفظ بالمجموع الخضري أطول فترة ممكن. احنا نزلنا الشتلات في شهر 7 واحنا النهاردة 7/11، يعني النباتات دي تعرضت خلال الشهور كلها إلى درجات حرارة عالية جدا، وبالرغم كل ده النباتات والحمل وصفات 707 ما شاء الله مقارنة بالأصناف الأخرى المستوردة الحمد لله، ده مش بشهادة أنا، لا بشهادة الغيط زي ما أنتوا شايفين، بشهادة العرش. احنا عارفين ان العرش في الصيفي الجزء العالي دوت بيصاب بالفيروس وبيصاب بحاجات أمراض كتيرة، والثمار بتصاب لاسعة الشمس، انما عشان الهجين ده منتقاه بأحدث الأساليب ومعروف عليه اختبارات كتيرة، لازم العرش يغطي الثمار عشان ما يحصلش فيه أي ثمار غير قابلة للتسويق. الصلابة عالية، اللون الأحمر الداكن 100% بيدي للفلاح ثقة وهو بيبيع العداية، فبالتالي بيدخل ربح. إحنا لما بندي هجين للفلاح وللمزارع المصري يديله ربح، ده بيعود عليه بالنفع يخليه يزرع الطماطم أكتر وأكتر. يهدف البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر لتقليل الاعتماد على التقاوي المستوردة من الخارج لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين وتوفير العملة الصعبة، خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج الخضروات بمساحة تزيد عن 2 مليون فدان. أحمد سعيد، مصر الزراعية.